هناك مشتري في هذا المشروع وفي نفس الوقت مسوق لهذا المشروع كما أسوق لغيره من المشاريع. الصراحة خاصة الذين لم يشتروا من قبل ويريدون الشراء الآن، أنصحهم نصيحة مشفق على جيوبهم أن يتركوا مثلا الشراء في أماكن باهظة ويأتون شراء لهذا المكان رائع جميل، البحر جنبك، الجبل خلفك، ترمال خطوات يسيرة، المكان مخدم، مقاهي، مطاعم، كل شيء موجود جنبك 40-50 دقيقة وأنت في يينيكابي وفي قلب إسطنبول تتجول وتتفسح ثم ترجع مرة أخرى مساء. فصراحة رائع جدا وأنصح به وبكثرة كمشتري وكمسوق. أنا صراحة تجولت في المنطقة، رأيت بعض المشاريع فأعجبت بهذا المشروع لأسباب أذكر منها. أول شيء الجماعة التي تسير وتدير هذا المشروع كلهم عرب، فبوسع أحدكم إذا حتى وإن جاء من بلاد عربية ولا يتقن لغة أخرى إلا العربية فبوسعه أن يتواصل معهم بكل سهولة ويسر، وهذا شيء ممتاز خاصة في معاملات جربناهم بعد ذلك في معاملاتهم في سلام الطابو في قضية المعاملة المواعيد. فصراحة ناس محترمين جدا 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 في القمة. الأمر الثاني الذي خلاني كذلك أقبل على هذا المشروع وأسوق زبائني إلى هذا المشروع وأقترحه عليهم هو أن هذا المشروع عنده مفهوم كونسبت تبعه فندق سياحي، لا سيما ونحن في الآن في منطقة سياحية مشهورة غنية عن التعريف، في خضرة، جبال، مساحات لعشاق رياضة الهايكينج، في شلال اسمه معروف اسمه صدوشان، في منطقة ترمال. فأنت إذا اشتريت في هذا المكان تستفيد من ناحية زيارتك ومكوثك في هذا المشروع في فصل الصيف بالبحر سباحة سواء في البحر أم في الاستحمام في الشلالات، وإن جئت شتاء فإنك ستستفيد كذلك من الحمامات المعدنية التي بها مسابح وبها كمان علاج وترفيه وأشياء رائعة كمان. فالمشروع صراحة هذه الأشياء هي التي خلتني أقبل على هذا المشروع. والأمر الذي أذكره أخيرا هو حقيقة أن المشروع، بناء المشروع، جودة البناء، تشطيبات المشروع، فكلها تشطيبات رائعة، إكساءات جيدة. فهذا هو يعني الذي خلاني أتوجه وأقبل على هذا المشروع، وكل ثقة وكل يقين إن شاء الله أن ليست هناك مشاكل إطلاقا إن شاء الله. المشروع رائع ويعني ما يحتاج يعني إن شاء الله تجون هذا المشروع وتشوفون بأم عينكم، خاصة يعني مقارنة السعر مع غيره يعني سعره ممتاز. مثلا لو تقارن الآن الأسعار في بيلقوزو في إسطنبول مثلا أسعار يا أخي نار، بس هنا في منطقة يلوى ومنطقة جنارجيك الأسعار. وهذا المشروع الرائع رغم أنه يعني هو كاستثمار ممكن واحد يأخذ شقة في إسطنبول بمبالغ عالية ويأخذ شقة هنا، فمردود هذه الشقة ربما يفوق تلك الشقة بمرات عديدة وأضعاف مضاعفة. فأنا أنصح الاستثمار في هذا المشروع الرائع وبقوة كذلك الصراحة، خاصة الذي يريد أن يتخذ مكانا للاستجمام. فأنت عندك بيت بإسطنبول، فإذا كانت عندك بيت في يلوى فما يعني هذا؟ هذا يعني أنك إذا جيت بالصيف لهذا المكان بوسعك أو بالشتاء حتى بوسعك أنك تنتقل بسرعة على بورصة، على إسكي شهير، على مناطق غيرها كثير يعني. ثم لما تعود لن ترجع مباشرة إلى إسطنبول وإنما تأتي إلى بيتك في هذا المشروع الرائع للاستجمام مرة أخرى للراحة،
ثم بعد ذلك تنتقل على اسطنبول، تتخيل الأوقات التي ليس فيها زحمة في الطرقات، ثم تنتقل بالعبارة مباشرة من ميناء يلاوا على ينيكابي، فأنت بكل يسر وبكل سهولة موجود في اسطنبول في ينيكابي. يعني هذا شيء رائع. ممكن المدة الزمنية التي تأخذها بالسيارة من بيلكدوزو أو من بيوك تشكمجة إلى قلب اسطنبول هي نفس المسافة التي تأخذها من يلاوا إلى قلب اسطنبول، وأسهل وأيسر. هذا هو إخواني، حتى للسكن، حتى للسكن على طول يعني. فلو تنتقل على ينيكابي الآن راح تستغرق مسافة أقل بالعبارة، وكلك راحة وكلك يعني ما شاء الله. فهذا يعني مشروع رائع وأنصح به، خاصة لإخواننا الكبار في السن، إخواننا المتقاعدين الذين لهم رواتب يتقاضونها في أوروبا وفي غيرها من دول أوروبا. فمجيئهم إلى هذا المشروع واستقرارهم في هذا المشروع يعطيهم راحة رائعة، وأكيد المصاريف في أوروبا أغلى وهنا أرخص، فراح تستمتعون بالطبيعة وبالحمامات المعدنية شتاء وبالثلوج في بورصة وفي غيرها من الأماكن الرائعة في هذه المنطقة الجميلة الرائعة. حياكم الله يا إخواني.